صحيح لي زاتليت اللي موجودين توا بريسك اللي مشيو كله قاعدين يقدموا بالكدا كيما جيناوي كيما الجزيري كيما كلهم قاعدين يقدموا بصراحه. صحيح حاجه باهيه للفيدراسيون وللوزاره، مي اللي نصور ان كلهم يستناو الجيست تاع الوزاره اللي تعاونهم شويه، خاطر كيما نشوفوا تو بار اكزومبل الجيناوي في الجولات الذهبيه في العدو الريفي قاعد يعني يصارع بالكدا مع الكينيين والاثيوبيين، والباقي يعني قاعد يلعب والحاجه دي تو هو اتليت تاع ستيبل احنا لي زاتليت يعني جريت ترامي ستيبل ونعرف ستيبل كي يحضر الكروس لون يحضروا بالكدا، ونتوقع ان شاء الله السنه باش يعمل سيربريز في ستيب اللي يجري ان شاء الله ما بين الويت 07 وويت 12 يجريها ان شاء الله يا رب، يكون بارمي لي 5 ان شاء الله. واحنا عملنا توا نقولوا نحكيوا على الكم ولوجوا على الكيف على مستوى 3000 متر موانع على الاختصاص كذا واللي انت قاعد مركز عليه، عديد الاسماء نحكيوا بنات واولاد. عمر باهي عندنا جينيراسيون الاكيد في بطوله العالم ولا عم جاي ان شاء الله في العاب الاولمبيه، احنا قراب لي زاتليت اللي هذوما اللي طالعين كلهم قراب، وحتى اللي اصغر منهم يعني ينجموا يوصلوا، جست شنو هي الخدمه، وتعرف الاتليتيزم السهله يعني لازم برشا فلوس برشا تحضيرات. انت كي تشوف الجيناوي ولا جزيري ولا كلهم كان بقوا هنا يعني كان بقوا في تونس نصور ما يوصلوش للنيفو هذا، باش تعرف ان الكونديسيون كي تكون كونديسيون باهيه وكي تكون موتيفاسيون ينجموا يوصلوا. كي تشوف رحاب انت كاتريا مونديال يعني بنيه جايه، مروه بزياني ما شاء الله يعني ناف دوز راهي تقدر غدوه تعمل تحت النفديز بالكدا، ودخلت يعني دخلت تو مروه بزياني كانت شفتها في المغرب يعني جاها دي زانفيتاسيون من لي ميتينغ وكل شيء، يعني وصلت للنيفو العالمي ان شاء الله. والولاد كلها قراب، عبد السلام رياض قاعد يشارك، عبد السلام عنده برنامج خاص، عبد السلام ان شاء الله لو 27 يبدا لو ميتينغ ان شاء الله، لو 27 يبدا عنده 5 ميتينغ ان شاء الله في اندور يحضر بهم، هذوما ديما الاوبجيكتيف اللي هو بطوله العالم والالعاب الاولمبيه، مي هذوما داخل القاعة اللي باش يجري ان شاء الله 4 سباقات كلهم في اوروبا باش يلعبهم ان شاء الله.